سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين يا ربي بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم غريبه ديال الكركاع واللوز، كتجي من ألد واروع ما يكون، بمقادير جد بسيطه. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات، وخليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاج في تحضير هذه الغريبه، عندي 250 غرام ديال الكركاع، سبق لي حمرته وطحنته. بالنسبه لكم البنات ممكن تحمروه سواء في الفرن او في مقيله، المهم على حسب الاختيار ديالكم. غير هي ضروري تحمروه قبل ما تطحنوه باش داك القشيره ديالو كتزال بسهوله وما كتلقناش المرار. عندي 250 غرام ديال اللوز، هو محمر ومطحون. عندي جوج بيضات. بالنسبه للبيضه البنات كيبقى على حسب الكميه ديال اللوز وديال الكركاع اللي غادي ديروا، يعني غادي نجمعوا به وصافي. عندي كاس مع عامر ديال السكر كلاصي، معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش، عندي خماره ديال الحلوه، ساشي ديال لافاني ديال الزهر، وعندي معلقه كبيره ديال ما الزهر. ممكن البنات تكتفيو غير بحاجه وحده، يعني سوا لافاني او لا ما الزهر اللي بغيتو. صافي دابا على بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. على بركه الله البنات تاخذوا شي اناء او لا شي قصريه، المهم على حسب الاختيار ديالكم. وغادي نبدا ندير الكركاع اللي سبق ليا وحمرته وطحنته. المهم كيف قلت لكم الكميه كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. غادي نزيد عليه اللوز حتى هو محمر ومطحون. غادي نزيد على اللوز والكركاع سكر كلاصي، كاس مع عمرش لافاني ديال الزهر، غادي نزيد الكونفيتور معلقه كبيره، وغادي نزيد معلقه كبيره ديال ماء الزهر. كيف قلت لكم ممكن تكتفيو غير بلافاني ديال الزهر او لا غير بماء الزهر. صافي دابا البنات غادي نزيد البيض، صافي، وغادي نحاول نجمع هاد المكونات كامله مع بعضياتها. هانتوما البنات كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما جمعت المكونات كامله مزيان كيولي لي الخليط على هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نزيد الخماره ديال الحلوه، وغادي نولي نخدم الخماره مزيان مع هاد المكونات. من
من بعد ما جمعت المكونات كامله على هذا الشكل كيكون هذا هو القوام ديال الخليط. صافي دابا غادي نغطي هذا الاناء هذا بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليه يرتاح واحد 10 ديال الدقائق وعاد نبدا نشكل الغريبه. من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق صافي دابا غادي نبدا نشكل الغريبه. غادي نفندها البنات بسكر كلاصي وغادي ندهن يدي بشويه ديال ما زهر بسم الله. ثم البنات على هذا الشكل هذا صافي وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نشكل الغريبه اللي عندي كامله. خديت لاطا اللي كتدخل الفرن درت فيها بابي كويسون صافي دابا غادي نبدا نفند الغريبه بهذه الطريقه هذه بسكر كلاصي. ها انتم على هذا الشكل هذا حاولوا تحطوا الغريبه نتبعدها شويه على الاخرى حيت مازالين غادي يتنفخوا. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا من بعد ما شكلت الغريبه اللي عندي كامله على هذا الشكل دابا غادي نزينها بالكركاع من الفوق. المهم بغيتوا تزينوها باللوز بالكركاع المهم على حسب الاختيار ديالكم. غادي ناخذ شويه ديال ما زهر غادي نحاول انني نغطس نص ديال الكركاعه بهذه الطريقه هذه وغادي نديرها فوق من الغريبه بهذه الطريقه وغادي نضغط شويه هانتوما على هذا الشكل هذا صافي وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى ندير الكركاع في الغريبه اللي عندي كامله. من بعد ما درت الكركاع الغريبه اللي عندي كامله على هذا الشكل صافي دابا غادي ندخلها للفرن باش تطيب على درجه حراره متوسطه اللي هي 180 درجه. طيب لينا البنات من الفوق على ما تبان لكم بدات كتفكع وكتشقق من بعد تشعلوا عليها التحتاني باش تطيب ونوليو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه من بعد ما طابت وخرجتها من الفرن كتجي غزاله ولذيذه بزاف ومعلكه. كيف ما شفتوا معايا الطريقه ديالها سهله ماهله. كنتمنى من كل قلبي ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم الى عجبكم ما تنساونيش من لي لايك والبارطاج الفيديو للقناه وما تنساوش البنات تدخلوا عندي لاباج ديالي على الانستغرام اللي غادي تبان لكم على الشاشه. مرحبا بكم والف مرحبا وان شاء الله نتلاقاو مع فيديو جديد. عواشركم مباركه كنبغيكم بزاف. باي باي.
الله.